أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كثرت في هذه الأيام عروض بعض شركات الاتصالات. نعم. كثر في هذه الأيام بعض العروض التي تقوم بها شركات الاتصالات، وذلك عن طريق بطاقة الشحن، بحيث يدفع الشخص ما مقداره 300 ريال قيمة البطاقة، ويوجد بداخلها 500 ريال قيمة المكالمات. فهل 200 ريال تعتبر ربا؟ ما أدري عن هذه، ما أعرفها أنا، احتاج إلى تأمل. لكن إذا دفع مالا قليلا ليحصل على مال أكثر منه بريالات أكثر، هذا ربا بلا شك. نعم.